بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة قسم هندسة تقنيات المكائن والمعدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في درس جديد في مادة مكائن ومعدات استصلاح الأراضي Soil Reclamation Machines and Equipment، فأهلا وسهلا بكم. أعزائي الطلبة، محاضرتنا اليوم هي بعنوان Loader Productivity، إنتاجية المحملة. طبعا إنتاجية المحملة تحسب بعدد الأمتار المكعبة اللي تستطيع المحملة من نقلها من مكان التحميل إلى مكان التفريغ، أو من كوم التربة وتحميلها في شاحنة نقل التربة، وتحسب بالأمتار المكعبة. وأيضا ممكن حسابها بالكيلوغرام إذا كان لدينا كثافة التربة، إذا كان لدينا كثافة التربة. خلنا نأخذ الموضوع. The rate of loader productivity depends on the pocket capacity. معدل إنتاجية المحملة يعتمد على سعة الكيلة، سعة كيلة المحملة، وعلى أيضا and the weight of the loaded soil، وأيضا على وزن التربة المحملة بالكيلة. Let us say there's a loader. Its piled capacity of soil is 1.9 cubic meter. يكون أو نعتبر أنه لدينا محملة، السعة الكومية piled capacity، السعة الكومية لها من التربة هي 1.9 متر مكعب. سعة الكومية لكيلتها، يعني الكيلة مالتها تستطيع حمل حجمها أو حجم الكيلة العفو هو 1.9 كيوبيك متر. And the density of the carried soil، وكثافة التربة المحمولة هي 1621 كيلوغرام بير كيوبيك متر. هاي كثافة التربة. إذن هسه عندنا حجم الكيلة أو سعة الكيلة اللي هي 1.9 متر مكعب، وعندنا كثافة التربة اللي هي 1621 كيلوغرام على المتر المكعب، وهذا تساعدنا في حساب كمية التربة المنقولة بالكيلوغرام. طيب الدنسيتي اللي هي 1621 including بين قوسين including coefficient of soil agitation، يعني من ضمنها هو معامل انتفاخ التربة. يعني هنا أنا ما نحتاج أنه نضرب في معامل انتفاخ التربة الجدول اللي أخذته أو أخذناه، خلينا نقول في محاضرة البلدوزر، الجدول اللي قلنا ينحفظ من حسبنا إنتاجية البلدوزر اللي بمعامل انتفاخ التربة. هنا أنا معامل انتفاخ التربة محسوب. إذا ما يجي معامل انتفاخ التربة محسوب، إذا ما قلت لكم من ضمنها معامل انتفاخ التربة، لازم الطالب يضرب في معامل انتفاخ التربة، ولازم يكون نوع التربة معروف عنده. يعني نطيب السؤال انه التربة رملية او طينية او نوع التربة الموجودة. خلينا نكمل. And its speeds range are، ومعدلات السرعة لهذه المحملة هي، عندنا ثلاث سرع لها، سرعة منخفضة وسرعة متوسطة والسرعة العالية. السرعة المنخفضة هي من بين 0 و 6.25 كيلومتر بالساعة، هاي السرعة المنخفضة اللي تسير بها المحملة، هي أقصى حد لها 6.25 كيلومتر بالساعة. السرعة المتوسطة من 0 إلى 17.75 كيلومتر بالساعة، وعندنا السرعة العالية هي من 0 إلى 47 كيلومتر بالساعة. مبدئيا خلينا نقول هذين ثلاث سرع. السرعة الثالثة اللي هي السرعة العالية، هذه ما نستخدمها بالعمل أثناء تحميل وتفريغ التربة، هاي نستعملها في التنقل من مكان إلى آخر، من محملة تنتقل من مكان العمل مثلا، من مكان التوقف، وراح يريد يشتغل على مسافة مثلا في منطقة ثانية على مسافة 5 كيلو 10 كيلو، فهذا راح يمشي على السرعة العالية، أكيد راح يحتاج السرعة العالية في التنقل من مكان إلى آخر. أما في موقع العمل من يجي يشتغل ويقوم بعملية تحميل التربة، هاي راح يستخدم السرعتين الأولى والثانية، وراح نأخذها هسه بتفصيلها شلون نحسب سرعة المحملة في موقع العمل. ليش نحسب إحنا سرعة العمل؟
لأنه إحنا على مود نحسب الإنتاجية نحتاج زمن الدورة الواحدة اللي هي زمن مجموع زمن الثابت اللي هو مستهلك في عمليات التحميل والدوران والرجوع ماشي، وزمن النقل نقل التربة من مكان التحميل إلى مكان التفريغ، وزمن الرجوع من مكان التفريغ إلى مكان التحميل. هذا راح يطلع لنا الزمن الكلي اللي أخذناه نفسه بالبلدوزر اللي درسناه نفس الطريقة بالبلدوزر. ولكن هنا عندنا رينجات للسرعة، راح نحاول نعرف العملية شلون نحسبها من تكون عندنا رينجات للسرعة، فالسرعة منخفضة وسرعة متوسطة وسرعة عالية. طيب خلنا نقرأ. When the bucket is loaded، عندما تكون محملة كيلة المحملة ممتلئة بالتراب مثلا يعني أو المادة اللي شالتها حصو أو رمل أو غيرها. هنا من تكون محملة الكيلة ماشي، فمن ينتقل من مكان التحميل إلى مكان التفريغ المحملة تنتقل تتحرك تمشي، راح تمشي بسرعة منخفضة اللي هي رقم واحد اللي هي 6.25. بس إيش قد من هاي السرعة ما تمشيها بأقصى سرعة، ما تمشي 6.25، تمشي 80% من هذه السرعة من أقصى سرعة. يعني نضرب 6.25 في 0.8 راح تطلع لنا سرعة النقل. سرعة النقل بالرجوع عندنا احتمالين، طبعا بالرجوع راح نستخدم السرعة المتوسطة ثاني واحدة. بس ايش قد من السرعة المتوسطة اللي هي طبعا عندنا 17.75، راح اذا كانت المسافة اقل من 30 متر مسافة النقل من مكان كوم التربة الى مكان تفريغ في شاحنة او في تفريغ في اي مكان، اذا كانت اقل من 30 متر فراح تكون 60% من السرعة المتوسطة. يعني نضرب 17.75 في 0.6 أو في 60/100 يعني، فنطلع 60% من عدها. هاي إذا كانت المسافة أقل من 30، 25 متر، 20 متر، 15 متر، 10 متر وهكذا، المهم تكون أقل من 30 حتى لو 29 متر. إذا زادت عن 30 متر، 30 متر فأكثر، راح نستخدم نفس السرعة ولكن 80% من عدها، لأنه راح يكون أكو مجال لتعجيل في السرعة وزيادتها، فراح تكون تقريبا 80% عندما تكون مسافة أكثر من 30، 35، 40، 50 وهكذا من السرعة المتوسطة. وقلنا السرعة العالية احنا ما نحتاجها، هي تستخدم فقط في عمليات التنقل. خلنا نقرأ الفقرة. When the bucket is loaded، عندما تكون الكيلة محملة، the loader must move at a speed about 80% of its maximum low speed، فإن المحملة يجب أن تسير بسرعة مقدارها 80% من السرعة أقصى سرعة منخفضة أو من الحد الأقصى للسرعة المنخفضة ماشي. When the loader returns empty، عندما تعود المحملة وهي فارغة إلى مكان التحميل، ترجع إلى كوم التربة على متشيل التربة من جديد، it moves at an average speed about 60% of its maximum medium speed for the distance not more than 30 meters. It moves، ستسير المحملة at an average speed بمعدل سرعة تقريبي 60% من الحد الأقصى للسرعة المتوسطة for the distance، المسافة الأقل من 30 متر. And it moves at an average speed، وهي تسير بسرعة معدل سرعة about 80% of its maximum medium speed، تقريبية 80% من الحد الأقصى للسرعة المتوسطة for the distance، للمسافة more than 30 meters، المسافة الأكثر من 30 متر. Thus لذلك the average speed of transport and return will be، لذلك معدل السرعة سرعة النقل وسرعة الرجوع سوف يكون كالتالي. واحد، transporting speed for any distance، سرعة النقل لأي مسافة راح تكون 0.8 اللي هي يعني 80%، نقدر نكتب 80/100 في 6.25 أو 0.8 في 6.25 نفس الشيء. العملية هذه راح تطلع لنا 80% من السرعة
المنخفضة. طيب نفس الوقت نضربها في ألف على 60، نحولها من كيلو متر ساعة إلى متر بالدقيقة، لأن الحسابات نحتاج بها الوحدات بالمتر بالدقيقة، فنضربها في ألف على 60. سرعة الرجوع للمسافة اللي هي أقل من 30 متر، هذا رقم 2 طبعا، سرعة الرجوع المسافة الأقل من 30 متر راح تكون 0.6 60% في 17.75، ونضربها أيضا في ألف على 60 على مدى نحولها إلى متر بالدقيقة. إذن هنا عندنا نستخدم السرعة المتوسطة أثناء الرجوع، ولكن المسافة الأقل من 30 متر نحن نأخذها 60% من هذه السرعة من الحد الأقصى لها. وإذا كانت المسافة رقم 3 المسافة أكثر من 30 متر راح تكون أكو مجال لتعجيل السرعة أكثر، فلذلك هناخذها 80% من الحد الأقصى للسرعة المتوسطة اللي هي 17.75، ف 17.75 في 0.8 ونضربها في ألف على 60 نحولها إلى متر بالدقيقة. Let us say that the fixed time for loading, rotation and unloading is equal to 0.4 minute. ولنقول أنه الزمن الثابت الفيكس تايم هو الزمن الثابت اللي احنا نحتاجه في عملية التحميل، نستهلكه بالتحميل والدوران تفريغ، هو ما يقارب من 4/10 من المنت، 4/10 منت، أقل من دقيقة، 4/10 من المنت هو بالضبط 24 ثانية، المهم احنا نحتاجه بالدقيقة. The loading position for the soil and the track is as shown below. والوضع عملية التحميل بالنسبة للمحملة ووقوف الشاحنة وكوم التربة هي كما مبينة في الشكل التالي. نلاحظ هذا الشكل، شوف كوم التربة، ماشي كوم التربة أمامنا soil pile، المحملة طبعا تحمل من كوم التربة، المحملة راح ترجع للخلف على البق يعني 5 متر، مؤشر ترجع للخلف 5 متر باستدارة بسيطة، ثم تتجه باتجاه الشاحنة اللي هي تبعد أيضا 5 متر، فمجموع مسافة النقل راح تكون 10 أمتار. هنا مسافة النقل هي 10 متر، 5 + 5 تكون 10 متر، ومسافة الرجوع أيضا راح تكون 10 متر نفس الشيء. هسا راح نكمل الحسابات بعد ذلك. بهذه الحالة راح نحسب زمن الدورة الواحدة نأخذها. Therefore, the time of one rotation will be as follows. لذلك راح يكون زمن الدورة الواحدة كالتالي. عندنا الفيكس تايم، الزمن الثابت هو 0.4. هذا اللي نستهلكه بعملية تحميل، تفريغ، استدارة، توقفات معينة، فهو راح يكون 0.4 minute. Transporting time، الزمن النقل راح يكون طبعا الزمن راح نحسبه هو طبعا المسافة على السرعة، المسافة عندنا 10 متر مثل ما قلنا، وعندنا زمن سرعة النقل اللي هي low speed 80% عندها، و83 متر حسبناها قبل شوي أيضا، ف10 على 83 راح يطلع لنا 0.12 منت، هذا الزمن المستهلك في عملية النقل. طيب زمن الرجوع، زمن الرجوع اللي هو return time راح يكون 10 على 177.5 ويساوي 0.06 منت. الروتيشن تايم زمن الدورة الكاملة راح يكون مجموع الأزمنة الثلاثة نجمعها يطلع 0.58 منت، هذا زمن الدورة الواحدة. طبعا زمن الدورة الواحدة جدا مهم، يستهلك الزمن اللي يستهلكه، وراح نعرف سعة المحملة، وبالتالي راح نقدر نحسب ايش قد تنقل اتربه في الساعه الواحده. طيب هسه عرفنا الزمن، بعد نحتاج نضبط كيله المحمله ايش قد تشيل تربه. راح نقول التالي: The capacity of the pocket is 1.9 cubic meter. كيله المحمله، سعه كيله المحمله هي معطاه بالسؤال 1.9 متر مكعب، طبعا بما فيها معامل انتفاخ التربه، لو ما ماخذين معامل انتفاخ التربة بالحساب لازم نضرب ال 1.9 في معامل انتفاخ التربة من الجدول الموجود في انتاجية البلدوزر. طيب ولكن هنا معطى بالسؤال من ضمن ال 1.9. كمل: But there's a high probability، طبعا كيلة المحملة
صعب أنه تملأها بالكامل في كل الدورات، لازم يصير تساقط في التربة ما تمتلئ بالكامل، فمو دائما تملي بالكامل. لذلك راح نأخذها نضرب يعني أنه تملي 90%، 90% من كرة المحملة تملي، وهذا من الثوابت يعني من نحسب الانتاجية نأخذها ثوابت أنه دائما هي 90% من الكيلة تملي. ما تملي دائما الكيلة، يجوز تملي مرة 3-4 مرات ما تملي بالكامل. طيب نقرأ الفقرة. The capacity of the bucket is 1.9 cubic meter but there's a high probability that it does not filled completely in all cycles. ولكن هناك احتمالية كبيرة أنه لا تملأ بالكامل في جميع الدورات. Therefore, لذلك يعني the average capacity of the bucket should be about 90% of its capacity. ذلك يجب تكون المعدل سعة الكرة المحملة حوالي 90% من سعتها الحقيقية when it's completely filled، عندما تكون مملوءة بالكامل. So the real capacity of the bucket will be، سوف تكون سعة كرة المحملة 0.9 × 1.9، وتصير سعة الكيلة اللي نأخذها في الحسابات العملية هي 1.71 cubic meter. الآن عندنا عامل آخر مهم في حساب الإنتاجية وهو معامل الوقت. لو تتذكرون بالبلدوزر قلنا أنه ساعة العمل بالماكينة ما تكون 60 دقيقة، أقل، لأنه توقفات، استراحة للسائق، عطل قد يصير، طارئ مفاجئ كذا، يحتاج توقف، فما تكون ساعة. وقلنا أنه في المحمل المكائن المسرفة يكون معامل وقت 50 دقيقة، وفي المكائن المدولبة يكون المعامل الوقت هو 45 دقيقة. طيب في المحملات إذا ما أعطي معامل الوقت بالسؤال وما أعطي نوع المحملة، يعني محملة ما مذكورة نوعها هي ويلد أو كراولر، مسرفة أو مدولبة، طيب شو نسوي؟ نأخذ على الأغلبية من أنواع المحملات اللي هي في الغالب المحملات الموجودة في ساحات العمل هي محملات مدولبة، والقليل من المحملات مسرفة. فإذا ما أعطي نوع المحملة راح نأخذها على أساس أنه هي مدولبة. بالبلدوزر تذكرون قلنا أغلب البلدوزرات مسرفة، فإذا ما أعطي معامل وقت نأخذها على أساس مسرفة ويكون معامل وقت 50 دقيقة. بالمحملة هنا بالعكس، أغلب المحملات الموجودة في العالم هي مدولبة، فإذا ما أعطي معامل وقت ولا نوع المحملة فنأخذها على اعتبار أنه هي محملة مدولبة، فمعامل وقت يكون 45 دقيقة. 45 دقيقة يقسم هذا الرقم على زمن دورة المحملة اللي هو طلعناه قبل شوية 58% من الدقيقة، راح يطلع لنا عدد الدورات بالساعة، عدد دورات المحملة في الساعة. وفي كل دورة تحمل، كل دورة من هذه الدورات تحمل، تقوم بعملية تحميل 1.7 متر مكعب، فحساب الإنتاجية راح يكون بضرب عدد الدورات اللي هي 77.6 في حجم التربة المحملة اللي هو 1.71، يطلع عندنا إنتاجية المحملة بالمتر المكعب في الساعة الواحدة هي 132 متر مكعب.7 في الساعة الواحدة. طيب أما كمية التربة اللي تقوم بعملية نقلها بالكيلوغرام، فنضرب كثافة التربة المعطاة بالسؤال اللي هي 1621، طيب نضربها في الكمية حجم التربة المنقولة اللي هي 132.7 اللي طلعناها استونا، نضرب هذا الرقم في كثافة التربة وتطلع عندنا كمية التربة المنقولة بالكيلو غرام. هذا ما عندنا بالنسبة لإنتاجية المحملة. يبقى إذا أردنا نحسب إنتاجية المحملة في اليوم مثلا، يعني ناس حسبناها بالساعة 132.7 متر مكعب بير أور، إذا أردنا بير داي كم متر مكعب باليوم، لازم يعطى في السؤال عدد ساعات العمل اليومية، يعني المحمل كم ساعة تشتغل باليوم، 6 ساعات، 8 ساعات، 10 ساعات، فيضرب الحجم 132.7 في عدد ساعات العمل اليومية.
6 8 10 حسب ما يعطى في السؤال بحساب الإنتاجية في اليوم الواحد. أعزائي الطلبة، في نهاية هذه المحاضرة شكرا لحسن إصغائكم، مع تمنياتي لكم بالموفقية والنجاح دائم.